حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر. يكبرون في أذن يمان ويسبحون بكرة وعشية، فأمنية عائلة الأسير نصر أبو حميد أبصرت النور. هذا المولود هرب نطفة من داخل السجون الإسرائيلية ليستقر في رحم أمه كي تقر عينها، وليكسر قيد والده المحكوم بخمسة مؤبدات. الشعور إنه إحنا جبنا يمان غصب عن اليهود، وإن شاء الله بنور لنا حياتنا، وإن شاء الله بيكون يا رب وجهه خير علينا ويرجع لنا نصر إن شاء الله بالسلامة يا رب عنا. ما أعز من الولد إلا ولد الولد، تنطق عينا جدته بهذه المقولة. فلطيفة الملقبة بخنساء فلسطين والمعروفة بعزمها أمام الجيش الإسرائيلي الذي قتل ابنها واعتقل أربعة آخرين وهدم منزلها، استسلمت أمام حفيدها الذي تراه نصر ابنها المعتقل منذ 17 عاما ونصرا لفلسطين. بحكي لكل ام اسير ابنها داخل اسر احكام عاليه انه ما تتردد ويطلع يعني كل واحد اللي بيقدر عليه، حتى لو اثنين ثلاثه ببطن واحد اربعه، هذا انجاز للشعب الفلسطيني. يكلمنا من كان في المهد صبيا عن قصته واقرانه الذين بلغ عددهم بولادته 74 سفيرا للحريه كما يصفون، من حبة تمر إلى أطفال من لحم ودم. أثمرت وسائل الأسرى المتجددة لتهريب هذه النطف بنجاح أول عملية عام 2012، وأثبتت أن الفكرة المقاومة سيبقى خصبا لمواجهة محتل عقيم.